المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان. المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان. هو السؤال، هل ما زال المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان مرجعيتك أو لا؟ يعني هو أصلاً ما كان مرجعيته. السؤال، هو بعده مرجعيتك ولا لا؟ ما كان مرجعيتي حتى يكون هلأ. ليش ما كان مرجعيتك؟ لأنه أصلاً هم لا يعترفون به من الآخر. وأنت بتعترف فيهم؟ أنا يعني هو موجودين، أنا بحملهم مسؤولية بعض القضايا أن يقفوا مع الناس، لأن بشوفهم مغيبين. طيب ليش هني ما بيعترفوا فيك؟ لأنه بيعتبروني فاسد العقيدة. مش كلهم طبعا، في يعتبروك فاسد العقيدة طبعا. بناء على شو؟ بناء على محاربتي للخرافة، للغلو الذي دخل إلى الدين وإلى ما بحب لغة المذاهب، لأنه أنا بعترفش بالمذاهب، بعترف أن الدين عند الله الإسلام، وحتى بعتبر أن كل الأديان هي مسلمة بالعنوان. الخرافة، لما تتكلم عن الخرافة، شو المقصود بالخرافة؟ خرافة؟ ما شاء الله، يعني عندما تبني دينك على المنامات وعلى قصص خيالية، أنه والله مثلا الإمام وضع حصى في فمه وثم وضعها في فم صاحبه فأصبح يتكلم 10 لغات 20 لغة، هاي خرافة ولا خرافة؟ مين يقبلها؟ طب أليست مثبتة؟ شو الحكي؟ حتى لو كانت مثبتة هي خلاف العقل والنقل، خلاف العقل والقرآن، وإحنا ديننا قائم على العقل. يعني أنت لا تعترف بهم وهم لا يعترفون بك؟ مش قصة لا أعترف بهم، أنا أحترم كل الناس. نعم. المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الإمام الصدر يعني أقامه باعتبار هذا التمثيل الطائفي اللي موجود بالبلد والتنوع الطائفي، يمكن ب79 ما ب69، وعلى أساس يعمل كيان للشيعة. طيب أنا لا أعترف بكل الكيانات الصغيرة، أنا فوق هاي الكيانات، يعني أعتبر نفسي أنني أنطق باسم الإسلام، طبعا لا أمثل الإسلام، أنا أنطق باسم الإسلام. تعتبر أن هناك خلل ما في المجلس الإسلامي الشيعي؟ طبيعي هناك خلل. شو هو الخلل؟ خلل مش بس عندهم، عند الكل الحمد لله، البلد كله خربان. الخلل أنه مفروض يوقفوا مع قضايا الناس أكثر، يعني مش عم يوقفوا مع قضايا الناس. بشوف مثلا بيمدحوا بالسياسيين كثير، تدعو الى تنحي، تدعو الى تنحي الشيخ أبلاً؟ لا، اذا يعني وان ياتي شخص اخر الى هذا المجلس؟ لا ادعو الى شيء، مش شغلتي، هذا ليس بيدي. المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى بيدي مجلس بيدي دولة الرئيس بري، مش بيدي انا، مش إلي حتى ادعو الى. يعني الرئيس بري هو من يقرر؟ الرئيس بري يقرر، وبتصور مع السيد حسن الامين العام هم يقررون، أنا شو اللي شغل بالمجلس الإسلامي؟